اهلا معلم سيد. اهلا معلم هريب. اهلا معلم. طب خليك مطرحي وقول لي كنت تتصرف ازاي. انا رايح اخلص معاهم العملية. لقيت البوليس طب اشك فيهم ولا ما اشكش؟ اشك. تزوغ منهم ولا ما تزوغش؟ ازوغ. تضربهم بومبا في الفلوس ولا ما تضربهمش؟ اضربهم بومبا يا معلم. هذا اللي عملته. يزعلوا مني ليه؟ لا ما في الحبس مظالم. حقك على راسنا يا معلم. واديك عرفت انهم براء والبوليس هو اللي شم ريحه العمليه لوحده. بس انا طلعت منها زي الشعره من العجين وعديت من تحت دقن الضابط اللي اسمه احمد لطفي. احمد لطفي انت تعرفه؟ سمعت عنه. نفسه من عينه يطلني. لكن مين ده؟ نجوم السما قرب له. واجب تحرص منه. متخافش انا واخد بالي منه قوي. لو انت تعرفه كويس. انا شم ريحه البوليس على بعد كيلو. وخصوصا احمد لطفي ده لو في وسط الف اعرفه. اشرب في صحه احمد لطفي. وانتم فلوسكم هترجع لكم على داير مليم. كفايه الهديه اللي هديتوني بيها. معرفه الاجاويد غنيمه. وان شاء الله تكون معرفه خير يا معلم. وعهد بيني وبينك ماني مشتري الصنف ده تاني غير منك. بس انا ببيع غالي قوي يا معلم هريدي. الغالي ثمنه فيه يا معلم سبق. اشرب في صحه الصحوبيه والجدعنه. يا راجل سيبك بقى من شرب الميه ده. عايزين ندوق الصنف على النار. انا بشربش مخدرات. بقى انت ما بتشربوش ايه؟ لا عمري شربت الصنف ولا شربته. انا بسلم وبس. يا راجل قول كلام غير دي. ده طباخ السم بيدوقه. ده اذا كان بيطبخ لنفسه. لكن ما دام الناس قويه تسم بدنها اعمل ايه؟ لكن السعر ده غالي قوي يا معلم. انا قلت اني ببيع غالي. استبيني. والتسليم امتى؟ هنتفق قبل ما نمشي. طب واحنا هتعمل معانا ايه؟ تشرفوا مع المعلمة. هتلاقوني مجهز لكم نقلة بفلوسكم اللي اخدتها وزيادة شوية عشان خاطر المعلم. تشكر يا معلم. طول عمري بتمنى يكون لي اخ وهو ربنا استجاب لدعوتي. في صحة الاخوية. في صحة الاخوية. ولزومه اهدى بس يا معلم. مش الكوبايه دي كانت في جدي؟ ايوه. يبقى عليها بصماتي. والمثل بيقول حرص من صاحبك ولا تخون. تمام يا معلم. تمام. Thank you.
ما تسيبنيش، ده انا كلمت حضرتك الظابط علشان تقعدي معانا هنا وهو وافق، وكنت جاي علشان افرحك واقول لك لقيتك نايمه ما رضيتش اصحيك. صحيح والنبي كان خيرك يا جنب المخبر، الهي ما شامل فيك عنده ابدا، الهي يا رب تترقى وتبقى عسكري قد الدنيا. طب تعال بقى يا خرابة، انت بتعمل ايه؟ يا خرابة بس يا بنت، بس يا بنت كبرنا على الحاجات دي. معلش يا سلمى حقك عليا. خدي الحاجات دي جايبها لك عشاني. كتر خيرك يا بيه. هلو، اهلا رشدي. ازيك يا مشيره، وحشتيني يا قمر. امال انا اقول ايه، ده كل حته في البيت مشتاقه لك. خليه مشتاق على طول، يعني مش هشوفك. ما كنتش كلمتك، انت اللي وحشتيني وعاوز اشوفك. امتى؟ كلنا دول هينبسطوا قوي. تفتكر العشرة في المية اللي الحكومة هتدفعها لنا هتغطي خسارة المبلغ اللي ضاع علينا؟ ما هي النقلة اللي اتفق عليها احمد بيه كبيرة عشان كده. حلو، حلو قوي، وبكده نبقى خلصنا بحقنا واخدنا بطرنا. فين المعلم هريدي؟ فين البضاعة؟ جاهزة. فين هو؟ احنا اللي هنوصل له النقلة وفلوسه جاهزة. طب تعالوا معايا، يلا معايا. اعمل لك همة انت وهو. فلوس سلموني على احمد بيه لطفي.
وضبي لي ورك. هاي ميسي جنن، ما كان هايل اللي اخترته ده عشان تعمل فيه الفرد. بيتك يا موزه، كوبايتك.